الجو زوين ان شاء الله نربحو نديوها للدراري. ديما المغرب وعاش الملك. ديما المغرب. مدينة فاس، من مدينة فاس جينا الماتش الاول ديال كرواتيا، جينا ندي واجب وطني ديالنا. اليوم ان شاء الله نزيدو نديوه، اليوم ان شاء الله حتى الدراري يزيدو يشرفونا كيما شرفونا في لا ديغنيغ كوب دو موند، كيما شرفونا حتى مع كرواتيا. اليوم ان شاء الله يجيبوا لنا انتصار، اجواء ديال الانتصار الصراحه. اليوم ان شاء الله نربحوا، اليوم ان شاء الله نربحوا، اليوم ان شاء الله. نقول لك التمني ماشي توقع، التمني هو اولا ان شاء الله نجيبوا مينيموم نقطه. عندنا واحد الحظوظ ضئيله مع فريق كبير بحال بلجيكا، وين خصنا نلعبوها اليوم. المغرب كله مور فريق الوطني ديالو، انت شتي تبارك الله الاجواء، 40 مليون في المغرب بالدعوات ديالهم والملايين برا المغرب. ان شاء الله نفرحوا وان شاء الله تكون ثلاث نقاط لما لا، ويكون انتصار اللي غاب علينا شحال هذه من 86 باش ندوزوا للدوزيام تور ان شاء الله. ان شاء الله. انا مقيم هنا في قطر وخرجت من الخدمه، خرجت اليوم الصباح في الخدمه وجينا نشجعوا المنتخب ان شاء الله، وان شاء الله تروا بوا. اولي